أهلا بكم. الساعة الآن 10:00 بتوقيت دمشق. سعر صرف الدولار أغلق عند أكثر من 4400 ليرة سورية. طبعا هذا هو السعر المتداول في السوق، لكن مصرف سوريا المركزي وكما جرت العادة لا علاقة له بذلك، حيث أبقى السعر بنشرته الرسمية عند 2814 ليرة. وأضاف إلى ذلك تهديدا نشره في صفحته في فيسبوك، قال فيه إنه يتابع ويراقب بشكل مستمر عمليات تداول الليرة في سوق القطع الأجنبي، وسيضع حداً للمتلاعبين بسعر الصرف، لكن النتيجة كانت مزيداً من الارتفاع. اليوم سنناقش حلقة جديدة من مسلسل انهيار الليرة، وكيف انعكست على السوق المحلية التي حدثت فيها غلاء غير مسبوق لا يطيقه المواطن الذي لا يتجاوز راتبه 150 ألف ليرة سورية، في حين يبلغ ثمن تأمين حصته الغذائية ضعف هذا المبلغ. يضاف إلى ذلك إحكام النظام وأذرعه الأمنية القبضة على سوق الحوالات المالية التي يعتاش منها أكثر من 70% من الشعب، حيث ترفع شركات الصرافة أجورها بين الحين والآخر من دون أدنى محددات لذلك، والتسليم يكون بالليرة السورية وبالسعر الرسمي والذي يبلغ نصف السعر الحقيقي. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي من العاصمة الألمانية برلين الصحفي مختار الإبراهيم. مرحبا بك مختار. إذن تغير سريع و أهلا بك. تغير سريع وكبير وبوقت قصير أيضا، يعني تقريبا 1000 ليرة الفرق بين شهرين والآن، هل هو مفاجأة أم هو متوقع؟ مساء الخير لك أستاذ يارا ولجميع المشاهدين. بالتأكيد هو شيء متوقع، لأن اللعبة باتت مكشوفة بالنسبة لجميع السوريين وبالنسبة للتجار بشكل خاص، وهي باختصار أن النظام يخلق حالة من التضخم ليتم من خلالها رفع أسعار السلع وتليها بعدها رفع أسعار الرواتب، ولكن هذه النسبة بين أسعار السلع والرواتب لا تكون متساوية. يعني يتم رفع السلع، على سبيل المثال البنزين تم رفعه إلى 130%، وهذا سينعكس على السلع بربما نسب أكبر، لكن ستأتي لاحقا زيادة للرواتب ربما 50% أو حتى 100%، ولكنها لا تتناسب مع الأسعار الجديدة للسلع، وبالتالي المواطن هو الخاسر، والخزينة العامة للنظام تقتطع وتأخذ أموال جديدة من السوريين. هذه اللعبة يتبعها النظام منذ 2011 اليوم، خلق حالات من التضخم، امتصاص كتلة نقدية من السوريين، ومن ثم رفع نسب رواتب بنسبة لا تتناسب أبدا مع الشارع، القوة الشرائية للمواطن. يعني برأيك أنها نلاحظ أن نعم. لا أريد أن أقاطعك، ولكن أريد فقط كنت أريد فقط أن أعقب على هذا الموضوع. يعني أنت قلت أن النظام يقوم والنظام يقوم، هل هو فعلا اليوم يسيطر على سعر السوق؟ يعني النظام يقول أنه اليوم متفاجئ بالأسعار ويتهم المضاربين برفع سعر الصرف، هل فعلا اليوم هو مسيطر على هذا السوق ويستطيع أن يضبط السوق؟ تأكيد، شكرا لك على هذا السؤال. يعني الحالة الطبيعية هي أن تكون هناك حركة اقتصاد طبيعية ترتبط بشكل أو بآخر ما يحصل. يعني اليوم عندما يطرح النظام سندات وأذونات خزينة، وبالتالي هو يريد أن يمتص فائض الكتلة النقدية من العملة السورية من الشارع، أي لتخفيض نسبة التضخم. سوف يؤدي ذلك في الحالة الطبيعية أن ينخفض سعر الدولار، يعني لازم يتبع إصدار سندات خزينة أن ينخفض الدولار إلى أقل من 3000، ولكن ما نشهده اليوم أنه كما ذكرتم وصل إلى 4400 ليرة سورية، وهذا عكس تماما طرح الأذونات وسندات الخزينة. هذه حالة ليست طبيعية إطلاقا في الاقتصاد السوري. أيضا هناك ارتباط نوعا ما بأسعار الذهب العالمي. أسعار الذهب اليوم انخفضت، ولكن في سوريا سعر غرام الذهب ارتفع أكثر من 225 ألف ليرة. هذه الحالة ليست طبيعية، وهذا يؤكد بأن المركزي يتبع سياسة أمنية وليست سياسة اقتصادية. هو من يحدد سعر الصرف، يستطيع من خلاله امتصاص ما يريده من الدولار من الشارع الذي هو مصدره بشكل رئيسي الحوالات الخارجية، ومن ثم يطرح
زيادة بسيطة على الرواتب، وهو من هنا يتكسب ويتحصل على الأموال من المواطنين ومن المصارف ومن التجار، وهي أشبه بسياسة يعني اقتطاع من أموال الناس ونظام الجباية ليس أكثر. ومن اليوم يصرف على سعر البنك المركزي التابع للنظام؟ يعني تسعيرة البنك المركزي هي تساوي أقل من النصف للتسعيرة الجديدة، من اليوم يذهب ليقوم بالتصريف بهذا الرقم؟ صحيح، هناك فئة من التجار هم مضطرون أن يستوردوا عبر طرق نظامية، هم يذهبون ويصرفون عبر سواء من المركزي أو من شركات الصرافة، وفئة أيضا هي مضطرة أن تستلم حوالاتها من الخارج عبر مكاتب الصرافة، هؤلاء مضطرون فقط لاتباع الطرق التي كما ذكرتم أن سعر الصرف في مكاتب الصرافة هو أقل تقريبا النصف من السوق السوداء، هم مضطرون للتعامل مع مكاتب الصرافة والمصرف المركزي، وأيضا المصارف الخاصة هي أيضا مرتبطة بشكل رئيسي بالمصرف المركزي، فالقطع البنيوي للمصارف الخاصة هو مرتبط بشكل رئيسي بالمركزي، وهو ما لاحظناه أن المركزي فرض عليهم شراء زونات وسندات خزينة مع أنها خاسرة بشكل قطعي يعني على أقل من عام تقريبا، اليوم نتحدث عن خسارة في الأزونات والسندات الخزينة في حال مقارنتها قبل شهرين فقط. وهناك أيضا يعني من تحدث أنه لم يقم أحد بشراء الأذونات رغم أنها كانت إجبارية، يعني عندما طرحت من قبل سوق دمشق الأوراق المالية كانت شبه إجبار اليوم للمكتتبين، لكن إلى الآن لم يصدر أي اسم اليوم أو شركة أو حتى مصرف قام بشراء هذه الأذونات، وبالتالي يعني اليوم كم يستفيد النظام من كل هذا وذاك؟ يعني اليوم أنت تقول أنه متحكم بسعر الصرف وقبل فترة قام بطرح هذه الأذونات، هو اليوم كيف يستفيد من كل ما يحصل اقتصاديا؟ هل هو فعلا اليوم مستفيد أم أنه ضحية؟ طبعا ليس ضحية، لأنه هو من يضع السياسات وهو من يطبقها وهو من أوصل الاقتصاد البلد لهذه المرحلة، يعني هو بنسب بسيطة يستطيع أن يحصل سواء بالأذونات وسواء بأموال الخزينة سواء من خطوط الائتمان، هي ليس لديه خيارات صراحة، وبعد أن تآكلت القطع الأجنبي من المركزي لم يبقى لديه سوى هذه الخيارات والحلول الترقيعية إن صح التعبير للاستمرار. اليوم حتى الدول الداعمة، إيران تعيش أزمات كبيرة لا تستطيع، حتى الخطوط الائتمانية تقريبا يتم التوقيع عليها والحديث عنها نظريا لكن لا يتم تطبيق أي شيء منها عمليا. أزمة حاصلة في البلد أيضا هي نتيجة هذا الضعف في القدرة على الدفع بالدولار للخارج، كل هذا يدفع النظام للبحث عن أي حلول ممكن أن تساعد يعني أن أو تبقيه يستمر نوعا ما. اليوم نتحدث عن ميزانية كانت في البداية تقريبا 3 مليار دولار، اليوم مع هذا التراجع يعني هي أشبه ب 1.5 مليار دولار، يعني هي تقريبا شركة بسيطة يمكن أن يكون رأس مالها بهذا الحجم، يعني موازنة هزيلة جدا، وهذا يؤكد بأن المركزي قد يعني أصبح خالي الوفاض من القطع الأجنبي وهو يبحث فقط عن هذه الحلول التي ربما تسنده لوقت قصير فقط. طيب بالعودة لموضوع المضاربين وما تحدث عنه البنك المركزي، من يقصد اليوم بالمضاربين؟ ولننوه للمشاهدين أن المضارب أو المضاربة هي عمليات شراء لعملة محددة معنية بيعها مجددا في وقت موات تكون فيه قيمة العملة المشتراة مرتفعة لتحقق ربح سريع لمشتريها، وهذا الأمر الطبيعي لأي شخص اليوم يعيش في سوريا يحتاج إلى أن يخزن بالقطع الأجنبي ليبيعه عندما يربح ويعني يستطيع أن يحرك أمواله. من يقصد اليوم هو بالمضاربين؟ وكلنا نعلم اليوم أن من يتحكم بالسوق السوداء ومن يملك الدولار الفريش كما يسمى الآن هم مقربين من النظام، فمن يقصد بالمضاربين وأنه سوف يعاقب المضاربين الذين هم السبب بانخفاض قيمة الليرة؟
يعني بصراحة هو بيان نظري لا يفتقد إلى إمكانية التطبيق العملي، لأن كما ذكرت كل الشركات الصرافة بعد 2011 تم إغلاق العديد من شركات الصرافة الذي كان يشك النظام أو المصرف المركزي بأنه لا يملك الصلاحية الكاملة على هذه الشركات، وتم حصر شركات الصرافة والأشخاص الذين يتعاملون بالقطع الأجنبي وحصران الدولار بأشخاص محددين، والجميع يعلم بأن المركزي هو أكبر مضارب في السوق، وهو عبر أدواته عبر شركات صرافة وعبر مضاربين يعمل على جمع هذا الدولار بالسعر الذي هو يفرضه على الشارع، أي أن تحديد سعر الصرف أيضا ولكن بسياسة أمنية وليست سياسة اقتصادية، لأنه في حال اليوم تم تحرير سعر صرف الدولار بالشارع أعتقد أن يصل إلى 7 أو 8 آلاف ليرة سورية مقارنة بالقوة الشرائية لليرة مقابل السلع. يعني السلعة اليوم هي ليست تباع بدولار 3400 أو 4500 ليرة، وإنما هي تقريبا بدولار 7000 ليرة سورية. هذا الفرق بين السعر الحقيقي للدولار والسعر الذي يفرضه المركزي هو يستطيع المركزي أن يمتص فيه كل الفائض الذي يصل إلى السوريين من الحوالات بشكل رئيسي. اليوم السوري الذي العائلة التي يصلها 200 أو 300 دولار لا يملكون الخيار أن يؤجلوا على سبيل المثال تصريفها دولار لفترة أطول، لأن لديهم التزامات كثيرة من الآجار والمعيشة التي لم تعد تطاق في بسبب الغلاء، يعني مصاريف الحياة اليومية. وبالتالي المركزي يستفيد جدا من هذه السياسة. كنت أريد، يبدو أن صوتي يصل متأخرا بالنسبة إليك سيد مختار، لكن يعني سوف نعود للحديث مطولا عن، يعني أنت بدأت بالحديث عن سوق الحوالات وهو أيضا محور في حلقتنا اليوم، وكذلك توقعاتك، توقعت أن تصل إلى 7 و8 آلاف اليوم سعر الصرف. سوف نتحدث عن كل هذه التفاصيل بشكل موسع، ولكن نشاهد هذه المادة التي خصصناها لليوم وهي مسيرة الليرة خلال عقد، التطورات التي مرت فيها الليرة أمام الدولار في الفترة الماضية. كلنا نعلم قبل عام 2011 كان سعر الدولار ثابت 46.5 ليرات للدولار الأمريكي الواحد، هذا كان قبل عام 2011. لم ينتهي هذا العام إلا ووصلت الليرة ل 59 أمام الدولار، إذن هذا هو الرقم الذي وصلت إليه. في نهاية 2012 تراجعت الليرة بقيمة 20 ليرة تقريبا أمام الدولار لتصل إلى 70، إذن 2012 وصلت ل 70 ليرة أمام الدولار. في نهاية 2013 بآذار تقريبا وصلت ل 163 ليرة سورية في هذا إذن العام. طبعا قبل أن تصل ل 163 تقلبت بين 120 و150 ليرة لتثبت عند 163 ليرة. نهاية 2014 وصل أو بلغ سعر الصرف 218 ليرة أمام الدولار الواحد حتى نهاية 2014، يعني في 4 أعوام تحولت من 64 أو 46.5 عفوا ل 218 حتى نهاية 2014. قفزت قفزة كبيرة بين 2014 و2015 لتصل إلى 380 ليرة مقابل الدولار الواحد كما نشاهد. إذن أغلق عام 2015 أسعاره، يعني أغلق هذا العام بهذا السعر 380، حتى عام 2016 عادت لتقفز مجددا حتى 490 ليرة. إذن هنا الفروقات كانت بالعشرات، هنا تحولت للمئات، الفرق بين العام والآخر تقريبا 100 ليرة أمام الدولار الواحد. إذن كان هذا بنهاية 2016 490 ليرة. أيضا في عام 2017 وصل سعر الدولار حتى 510 ليرات سورية أمام الدولار الواحد. أريد التنويه، قبل هذا العام، قبل عام 2017 ارتفع سعر الدولار حتى 700 ليرة سورية، ثم عاود الانخفاض إلى الرقم السابق. إذن هذا نتحدث في عام 2017، لكن ب 2016 كما ذكرت وصل إلى حد
700 ليرة، ثم عوض الانخفاض. استطاع البنك الدولي السيطرة، أو البنك المركزي السوري استطاع السيطرة على الليرة في هذا العام وتخفيضها إلى النصف تقريبا، إلى 490، لتعود ب 2017 لتصل إلى 510 ليرة سورية. إذن هذه الأعوام كلها من 2011 حتى 2017. ننتقل إلى العام الآخر، في 2018 الليرة لم يعني تتطور كثيرا، بل حاولت التحسن لتصل إلى 505 ليرات أمام الدولار الواحد، بعد أن كانت انتهت في 2017 كما ذكرنا ب 510 ليرات أمام الدولار الواحد. إذن هذا في عام 2018. العام التالي 2019 وصلت ل 900 ليرة، إذا نطة واحدة من 505 إلى 900 خلال عام واحد بين 2018 و 2019. إن كنتم تذكرون تحدثنا فيها بالبرنامج وقتها عن هذا الارتفاع الكبير الذي حصل بوقت جدا قليل ل 900 ليرة سورية أمام الدولار الواحد. ننتقل إلى العام التالي، وهذه القفزة أيضا النوعية والكبيرة جدا للليرة، طبعا هي قفزة للأسفل وليس للأعلى، هبوط جديد للليرة السورية لتصل إلى 3000 مقابل الدولار الواحد. هذا كان بنهاية عام 2020، تهاوت حتى 3000. في العام التالي ب 2021 ازدادت بالتهاوي ل 3600 ليرة، قبل عامين يعني بعام 2021 أغلق هذا العام عند سعر الصرف هذا 3600 للدولار الواحد. اليوم في هذا العام وفي أشهر قليلة منذ تموز وحتى الآن عادت للهبوط لتصل إلى 4400. اليوم بالذات كان 4460 تقريبا، وصلت في ذروة النهار لتغلق عند 4400 أمام الدولار الواحد. كما ذكرت، حاول البنك المركزي بهذا العام بعام 2016 السيطرة لتخفيض قيمة العملة، أو يعني تشجيع العملة وزيادة قيمة العملة أمام الدولار، من 700 أعادها إلى 490. كذلك كان هناك محاولة أخرى بال 2016 ولكنه فشل في هذا العام 2016. كما ذكرنا كان هناك قفزة للدولار لم يستطع أن يحتمل ليعود في العام التالي لهبوط جديد لقيمة الليرة بسبب أحداث كثيرة، منها الاقتصاد اللبناني وما حصل في لبنان في هذا العام، فكله كان مع بعضه لتصل. إذن قيمة الليرة كما ذكرنا في هذا العام تعود يعني تصل إلى مستويات غير مسبوقة بالانخفاض أمام الدولار. كيف تراقب أنت سيد مختار هذه الأرقام؟ يعني أنت قلت قبل قليل جملة خطيرة، قد تصل إلى 8000 9000، هل فعلا هناك توقعات للوصول إلى تلك الأرقام؟ والله لا شيء مستبعد. يعني اليوم الليرة اللبنانية عند الحديث عن لبنان وما يشكله من حديقة خلفية للاقتصاد والصيرفة السورية، اليوم تسجل 32000 ليرة مقابل الدولار، وكانت منذ عامين 1500 ليرة مقابل الدولار. فهذه حالة التدحرج نحو الأسفل، الهبوط، السقوط الحر دعنا نسميها، هي حالة طبيعية في الاقتصاد السوري الذي يعيش شبه حالة موت سريري. يعني اليوم القطاع الزراعي اليوم أشبه بالمتوقع 3.3 مليون طن من القمح، والمخزون الاستراتيجي لسوريا هو القمح والقطن، واليوم يبحث عن مصادر لاستيراد القمح. لا يوجد أي، في مصر على سبيل المثال تم هجرة نحو 30000 من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت إلى مصر، ليس بالسهولة أن يعودوا هؤلاء الناس. في الأردن هناك رجل أعمال واحد يشغل نحو 12000 بطريقة غير مباشرة و1500 بطريقة مباشرة، رجل أعمال سوري. هذه الأرقام صعب أن تعود إلى سوريا في الوقت الراهن. رأس المال جبان، هو أول من يخرج وآخر من يعود. يعني الليرة لن تتعافى إلا بعودة كل هذه العوامل المجتمعة، وهذه العوامل لا أعتقد بأنها في الوقت الراهن في السياسي والأمن الراهن لا يمكن أن تعود. وبالتالي الليرة السورية من الصعب جدا أن تقف أو توقف هذا التدحرج أو السقوط الحر. هذه الحالة مرتبطة بشكل أو بآخر
لبنان، لأن الأسباب متشابهة جدا في سوريا ولبنان من حيث الأوضاع الأمنية والسياسية وحالة الهيمنة على القطاع الاقتصادي والمصرف. قبل أن ندخل بالمقارنة، وهذه أيضا يعني مقارنة جوهرية اليوم نستطيع أن نتحدث عنها سواء بلبنان أو الأردن، أريد فقط يعني التعقيب على موضوع الأرقام وأن هذا السعر هو ثابت أم سوف تتهاوى الليرة في نهاية هذا العام مجددا. رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضيلة قال أن السبب هو ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي، ما يحصل اليوم وهبوط الليرة إلى 4400 هو فقط بسبب يعني زيادة الطلب على القطع الأجنبي كما فسرها، وأن الموضوع هو عرضي وستعود الأمور خلال شهرين لسياقها الطبيعي ويعود السعر كما كان في السابق، وهنا يقصد سعر البنك المركزي، ربما لا أحد يشتري اليوم بهذا السعر ولكن 3005 في حال يعني قسناها على السوق السوداء أو السوق التي يتعامل بها الناس. هل فعلا ممكن أن يكون الموضوع عرضي وأن تعود العملة لي يعني يسيطر البنك المركزي على العملة كما حدث في عام 2013، أم أنه اليوم المعطيات تغيرت ولا يستطيع أن يعود ليسيطر على الوضع؟ يعني التقرير التوضيح الذي تفضلت به أستاذ يارا والذي أوضح بالأرقام كيف أن عملية التدهور بدأت بشكل بسيط وكبيرة جدا بين الأرقام تفند كلام مع احترامنا له الدكتور عابد فضلية، ولكن يعني من الصعب جدا هذا الكلام، هذا كلام نظري بحت في ظل شلل تام لحالة الاقتصاد. لا أعتقد بأن الوضع يمكن الليرة أن تعود للخلف، الخطوة التي تذهب للأمام أو للأسفل في إن صح التعبير من الصعب جدا، تحتاج إلى إما ضخ قطع أجنبي جديد في السوق، ربما دول داعمة، والدول الداعمة لا أعتقد أن وضعها أفضل من سوريا، يعني أو حالة يعني عودة كما ذكرت رجال أعمال تجار من شأنهم أن يشغلوا البلد من جديد ويصدروا ويكون المقابل قطع أجنبي، وهذا شبه مستحيل في الوقت الراهن. الذي نشهده اليوم في الحالة السورية هي حالة قوقعة أو فقاعة من التضخم يخلقها البنك المركزي من أجل امتصاص هذا الفائض من القطع الأجنبي من السوريين عبر رفع السعر، وبالتالي وبعدها يليها رفع بسيط بالرواتب. راتب الموظف اليوم إن كان يقابل 30 أو 35 دولار، بعد زيادة الرواتب سوف يصبح 25 دولار، وبالتالي الموظف هو خاسر وليس رابح. نظريا هو سوف يرتفع من 150 ألف ليرة سورية إلى 200 ألف أو 200 ألف، عمليا هو انخفض إلى 25 أو 20 دولار، والقوة الشرائية لهذا المبلغ سوف يقابلها بالسوق انخفاض أكبر، لأن نسبة السلع وارتفاعها لا يتناسب مع دولار 4000 ليرة وإنما يتناسب مع دولار 7 أو 8000 ليرة سورية. هذا ما يحصل بالضبط وباختصار. يعني بالعودة إلى ما كنت تفضلت به قبل قليل وهو تأثر سوريا بما يحصل بلبنان، يعني هناك اليوم دائما مقارنة تجري بين السوق اللبناني والسوق السوري وعمليات التهريب التي تحصل بين البلدين، هناك دائما ما يقال أو يشاع عنه أن هناك ثبات في السوق اللبناني وهذا ما لا يستطيع أن يحققه السوق السوري. إلى أي حد هذا الكلام دقيق؟ وهل نستطيع إجراء فعلا مقارنة اليوم بثبات سعر صرف العملة وأيضا الأسواق والأسعار في الأسواق؟ ايضا يعني هيمنه اطراف سياسيه على السوق الصيرفه والمصارف في لبنان ادى الى هذا التدهور. منذ ايام شهدنا ان هناك احد الاشخاص دخل الى مصرف واحتجز رهائن من اجل استرداد مبلغ بسيط، ولديه كان تقريبا 100 ألف، نعم، ولديه والده مريض، استرد ربما 10000 دولار من اصل 100000 دولار. يعني الاموال التي فقدت لسياسيين وتجار سوريين، وفي الغالب منهم هو فساد في سوريا كانت في المصارف اللبنانيه، مبالغ لا يستهان بها. سيد مختار، الصيرفي آمن للسوريين الذين خافوا أن يتم الحجز أموالهم سواء بأوروبا أو أمريكا، فكانت لبنان هي الحديقة الخلفية لهؤلاء. الأموال بين ليلة وضحاها تبخرت، وكان الخاسر الأكبر كل المودعين. ما يحصل في لبنان
ما يحصل في لبنان كان نوعا ما أأمن وأكثر استقرارا من سوريا، ولكن اليوم هو تقريبا نفس السياسة المالية التي تأخذ طابع سياسة أمنية وليست مالية. سيد مختار الصوت يتقطع قليلا. نعم الصوت يتقطع قليلا، لكن وصلت يعني أغلب الجمل التي تحدثت عنها، وكنت تتحدث عن المقارنة بين لبنان أو السوق اللبناني وسوريا. أريد أيضا كوننا تحدثنا عن دول الجوار، كان هناك حديث قبل أيام عن تبادل تجاري عادة بعد فتح المعبر بين معبر نصيب بين الأردن وسوريا، وعن تبادل تجاري ب 85 ألف طن من البضائع بقيمة 150 مليون دولار. هذا كان التبادل التجاري الأردني مع سوريا. البضائع التي قدمت من سوريا إلى الأردن تم الحديث عن 40 ألف طن بقيمة 650 شاحنة ما يعادل قيمتها 12 مليون دولار. هذه الأرقام اليوم هل بإمكانها أن تسعف الاقتصاد السوري؟ عودة هذه الحركة، عودة هذه المعابر، عودة هذه التجارة بين الدول، وأيضا يعني التطبيع الذي نشهده اليوم مع النظام وعودة الحركة، الكل اليوم يعني تغيرت مواقفه تجاه النظام. طبعا النظام الأردني يخضع لضغوطات دولية بصراحة لإعادة لاتخاذ هكذا خطوة، خياراته أيضا قليلة. الأرقام الذي نشهدها هي أرقام هزيلة جدا، يعني تاجر في سوريا قبل 2011 بإمكانه أن يستورد أو أن يكون عملية استيراد وتصدير أكبر من هذا المبلغ. والأذى الذي يتحمله الأردن صراحة من عملية تهريب المخدرات والكبتاجون هي أكبر بكثير من الذي المكاسب التي يجنيها من المرابح والمكاسب التي يجنيها من فتح معبر نصيب، ولكن هناك ضغوطات ربما يتحملها النظام الأردني تجبره على فتح المعبر، ولكن الأرقام جدا هزيلة. هذه الأرقام لا يمكن اعتمادها أو أن نقول أن حالة من الانتعاش أصابت الاقتصاد سواء في سوريا أو في الأردن، لأنها أيضا في الاقتصاد الأردني لا تشكل أقل من 0.5% من اقتصاد الأردن. أشكرك. هذه الأرقام للأسف وقتنا انتهى، يعني نحتاج ربما الحديث بشكل موسع عن هذه التفاصيل كلها، لأن الموضوع يحتاج لإنتاج وليس فقط تجارة وحركة معابر. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، كنت معي الصحفي مختار الإبراهيم من مدينة برلين الألمانية، وشكر موصول لكل من كان معنا بحلقة اليوم. وقتنا انتهى، الأسبوع القادم حلقة جديدة، إلى اللقاء.